السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال والأحوال أصدقائي؟ اليوم إن شاء الله سوف نقوم بالشرح كيفية تصطيب الخريطة الجديدة للنسخة التجريبية 1.32 أوراتراك سيليمتر 2. إن شاء الله تابعوا معي الفيديو. أولا سوف نقوم ب تحميل الخريطة، سوف نذهب إلى المجموعة خاصة بي على الفيسبوك، تحميل الخريطة من هنا، نقوم بفتح الملف تكست لتحميل الخريطة برابط واحد، نقوم بالضغط هنا مرتين. والآن نقوم بالتحميل وننتظر حتى يكمل التحميل. كما ترون سوف نقوم بفك الضغط عليها، نضغط على أوكي وننتظر. بعد الانتظار الطويل التحميل الخريطة و فك الضغط على الخريطة، الآن سوف نقوم بتصطيب الخريطة بشكل صحيح، يعني ليس بشكل عشوائي. بعدما يقومون بعض الأشخاص بالشرح عشوائي للخريطة، يعني تصطيب الخريطة على اليوتيوب، عندما تقوم بتصطيب الخريطة بشكل عشوائي تكون عندك كثير من المشاكل، يعني كراست جيم عندما تلعب تذهب من مدينة إلى مدينة، تخرج اللعبة وحدها، وكثير من المشاكل والعديد من المشاكل. والآن سوف نقوم بالتصطيب الخريطة بشكل صحيح على نسخة أوروتراك سينيماتر 2 1.32. نقوم بالضغط على الملف التالي ونقوم بالنسخ هذه الملفات كوبي إلى المجلد أو الملف مود نسخ الملفات التالية للخريطة ونقوم بالذهاب إلى اللعبة. والآن سوف نقوم بإنشاء بروفايل جديد، اختيار السائق كما العادة، اختيار الشاحنة كما العادة، سوف نختار الطرف 105 واللوجو هنا خاص يعني بالشركة، اختيار تفاصيل 32 تفاصيل هنا لائقة هنا لاختيار السائقين. نقوم بإضافة الخريطة في البروفايل. والآن نقوم بإضافة ملفات خاصة بالخريطة، نقوم بإضافتها بشكل عشوائي ونقوم بالترتيب. نعود إلى نور في البروفايل، يعني كارت يعني الماب، يعني اصلا الخريطة تسم هي اصلا متوافقة مع الخريطة الاصلية للعب. نقوم بكري اللعبة تتعطل شوي لأن حاسوبي ليس للألعاب، حاسوبي عادي، مع ذلك نلعب عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو والشرح ايضا، ولا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك، واذا عجبك الفيديو قم بمشاركته مع اصدقائك.